مفهوم العظمة في المسيحية. إنجيل معلمنا مرقس اليوم في الإصحاح التاسع، ربنا يسوع تقابل مع تلاميذه وقال لهم: بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق؟ فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم على بعض في من هو أعظم. كل منهم أراد أن يثبت أنه الأعظم بينهم بدليل، سواء الأكبر سنا أو أول من دعاه يسوع أو يسند له مهام أكثر أو المحبوب عنهم وهكذا. هذا هو الصراع هذه الحياة، نرى من يعيش لمجرد أنه أراد أن يثبت أنه الأعظم. بالتأكيد هذا الكلام عمل نوع من أنواع الانقسام بينهم، فرد الرب يسوع عليهم وقال: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. من يبحث عن الأعظم لا يستطيع أن يتحدى مملكة العدو. داء الإنسان في الكرامة، داء الإنسان في الذات والصراع على العظمة، ويرغب أن يكون أولا. وهنا يقلب لنا الرب يسوع القاعدة: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. ولأن هذا صعب جدا تحقيقه، فعليك أن تجاهد حتى تكون هكذا. كرامة الإنسان في المسيح يسوع في البذل والعطاء وليس في الأخذ، كرامته في الاتضاع وليس في الانتفاخ، كرامته في خدمة الآخرين وليس في التعاظم على الآخرين. مقاييس العظمة عند ربنا يسوع المسيح مقاييس مختلفة تماما عن مقاييس الأرض. لذلك هناك أناس في الملكوت ليس لهم كرامة على الأرض. في السماء أناس لم يعطوا أي كرامة على الأرض ولكنهم سبقون في السماء. العظمة في المسيح يسوع. يحيرنا هذا السؤال كثيرا، وصراع العظمة يأخذنا في الحياة. تملي هناك أناس تريد أن تكون الأعظم والأكبر وموضع احترام وتقدير كل الناس. كن هكذا من خلال إرضاءك لله. إذا اقتنيت المسيح اقتنيت كل شيء. من أخذ المسيح أخذ الجوهرة الغالية الكثيرة الثمن. التلاميذ نفسهم سقطوا في هذا الاختبار، ولكنهم عندما رأوا ربنا يسوع المسيح في الصليب، وعندما تلامسوا مع قيامته وحل عليهم الروح القدس، رأينا أن المفهوم تغير تماما. وجدنا واحد مثل معلمنا بطرس الرسول عندما يختار موته يقول إنه لا يرغب أن يموت كما مات المسيح، وطلب أن يصلب مقلوب ومنكس الرأس حتى لا يكون مثل سيده. مفهوم الصليب في حياتنا قلب القواعد. مفهوم العظمة على الصليب مفهوم مختلف. الإنسان الذي يبذل نفسه عن الآخرين وموضع احتقار من كل الناس ومن وضع عليه ظلم البشرية، هذا هو الأعظم، وهو الذي قال: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، يوحنا 12. كن آخر الكل لكي تكون عظيم، لا تفكر فيما هو لنفسك. هذا هو ما يريده الإنسان أن يقتنيه بكل أمانة وكل إتقان. جرب كيف تبحث عن الخفاء والعطاء، وكيف تقدم غيرك عن نفسك، وكيف تكون عظيما لدى الله. استمد العظمة من مصدر العظمة، لا تأخذ العظمة من ذاك حتى لا تظهر حقيقتك الضعيفة، فلا يوجد شيء يستحق العظمة. من عظمته من المسيح يشعر إنه أقل الناس، والناس تشعر إنه أعلى الناس. ربنا يسوع أوقف طفل في وسطهم حتى لا يتوارث هذا التفكير في كنيسته وخاصته. لابد أن يزول هذا الفكر من داخلك. ربنا يسوع المسيح جاء لكي يخدم ويضع نفسه تحت أرجلنا. عاش بلا كرامة لكي يعطينا الكرامة، رغم أنه غني افتقر لكي يغنينا بفقره.
أي عظمة خارجة عن المسيح هي عظمة زائفة، المال، الشهرة، المنصب، المقتتيات وإلى آخره. فليكمل ربنا نقائصنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته، له المجد دائما أبديا آمين.